هي ليها علاقة بالبنوك المصرية، يعني البنوك، مش البنوك الأوروبية، مش البنوك اللي هي ليها أكتر من فرع بس البنوك مش مصر. المصرية زي بنك مصر، الأهلي وبنك بنك مصر، الأهلي، بنك مالهم؟ مصر، بنك الأهلي، بنك القاهرة، ليكم مننا كل الاحترام. ولكن أنا النهاردة والدتي وهي تعاني من فشل كلوي، بتروح تغسل 3 مرات، ومطلوب منها تجديد البيانات الخاصة بيها في البنك، فبالتالي هي تروح البنك وتقعد، ولأن هي ربنا ربنا يعافيكم كلكم وعافاكم الله كلكم، هذه المرأة الجميلة الست اللي ليها كل التحية والتقدير عندها كمان مشكلة في جلطة في المخ، فهي طلبوا منها إن هي تعمل إمضتين متشابهتين باسمها عشان ياخدوها في الأوراق دي. هذه المرأة ال 78 اللي تبلغ من العمر 78 سنة، لكم أن تتخيلوا إنها قعدت 4 ساعات ماسكة القلم مش عارفة تعمل بتحاول من تكتب امتى. اسمها اللي طول عمرها بتكتبه صح بإمضائتها، نفسيتها، إحساسها إن هي معطلة الناس، طريقة تعامل الناس في البنك والنرفزة والعصبية وكل اللي مطلوب إن يبقى فيه، حتى لو إحنا هنروح، أنا ما بقولش ما نروحش، لكن طب يبقى وليه فيه في الحالات مكتب اللي زي دي ما يتعملش توكيل مثلا. من الشخص ده بلاش، لولاده ان هم مش يعملوا عايزة كده؟ أعقد القوانين، لكن يبقى فيه مكتب بالظبط، يبقى في مكتب لكبار السن أصحاب الإعاقات، حد يبقى عنده طولة البال في إن هو يقعد زي أنا أختي امبارح 4 ساعات بتحاول تهدي الرجل المسؤول علشان ما يهبش في الست اللي عندها 78 سنة اللي هي قاعدة بقى لها 4 سنين 4 ساعات بتمضي في مليون ورقة عشان نطلع منها اسمين متشابهين لبعض. يرضي مين؟ يرضي مين؟ انا مش قصدي اتهم اي حد، ولكن انا بطلب بما ان حاله امي حصلها كده، اذا في كتير من الامهات والابهات اللي هم فوق راسنا اللي هم كبار في السن اللي هم عيانين وجايين يلتزموا بالقانون اللي مطلوب منهم ان هم يجوا يتمثلوا قدام الشخص عشان يحاولوا انهم يجددوا البيانات، يبقى في حاجه لائقه ليهم، اوضه خاصه بشخص ياخدوا، او بصمه الكترونيه على كل لكبار حال، السن. تحديث البيانات في كل البنوك، مش بس البنوك المصرية، كل البنوك بتطالب كل فترة للأمان بتحديث أنا البيانات. ولكن بالظبط هي كبار الفكرة السن إن احنا نراعي الحالات الأخرى اللي هي ما تقدرش بالظبط، تعمل ده، يبقى في حلول تانية إن ده يحصل، علشان ده بقى مشقة قاعدة وعناء بالظبط نفسي وعناء نفسي وصحي. ومأساة هذه يعني، المرأة طبعا كبيرة نفسيا قاعدة وصحيا على الكرسي مش فاهمة إيه اللي بيحصل، مكسوفة إن هي بقى لها 4 ساعات بتمضي طبعا اسمها، طبعا. فكرة موقف صعب كمان إن جدا، هي كبيرة في السن ومش عارفة تكتب اسمها، اكيد يعني لازم انتوا ليه يبقى فيه، بتعرضوها للحتة دي؟ اكيد لازم يبقى فيه طريقة للقصة دي ان شاء الله باذن الله، لان كبار السن دايما فوق راسنا، والناس اللي هم مش زينا يعني ما عندهمش اللياقة والقدرة ايا مكان ليه السبب، لكن دول لازم يكونوا في عين الاعتبار.